المجهولين وقراصنة الإنترنت في معركة مع داعش، وقد نشروا أكثر من 10,000 في حساب تويتر على الإنترنت وعلى ارتباط بداعش، وذلك بغية عرقلة تواصل المنظمات الإرهابية فيما بينها. غالبا ما تستخدم داعش التويتر لنشر البروباغندا والاستقطاب للمتطوعين من جميع أنحاء العالم، وقد قام تويتر بتعطيل الآلاف من الحسابات الإرهابية، إلا أن الدواعش يقومون بمشاركة منشورات بعضهم البعض ليحولوا دون إغلاق حساباتهم. وحتى عندما يقوم متابعي الدواعش بمشاركة خبر من خلال وسائل التواصل الأخرى، يقوم رابط الخبر الأساسي في تويتر. لكن فرق القراصنة على الإنترنت قامت بهذه الخطوة لتزويد تويتر بأسماء تلك الحسابات التي تتشابك فيما بينها على تويتر، وبلغ العدد حوالي 9,200 حساب، وأطلقوا على أنفسهم اسم هاكتي فيست، وقد طلب متابعيهم من الحكومة الأمريكية تمويل الفريق. تعد قائمة الحسابات المقرصنة من أكبر القوائم حتى اللحظة. جزاكم الله كل خير يا سادة.